فلوس جاهزة. مريم، اللي انت عملتيه معاها قبل كده ده كان حاجة كويسة جدا، لكن اللي انت هتعمليه معاها بعد كده ده غلط يا مريم. ما هي لازم يبقى معاها فلوس عشان ما تضطرش تكلم فهمي. تقومي تديها فلوس العملية بتاعتك اللي فهمي شايلها لك عشان العلاج الوهمي اللي انت اخترعتيه لنفسك، ده هبل يا بنتي. ما هي لما هتاخد الفلوس هتفضل غضبانة من فهمي وما تكلموش عشان هي مش محتاجاه، ولما تولد هيكتب عليها وهيسمي البيبي باسمه، وقتها هتطلب الطلاق. فهمتي؟ وانتي فاهمة ان خطتك دي هتنجح؟ دي هتتطربق في النهاية على نفوخك، فوقي بدل ما فوقك. بس بقى يا تحية بطلي تكلميني بالاسلوب ده. انا كنت فاكرة الاول ان موضوع انك تصاحبي عشيقة جوزك ده موضوع مضحك، لكن دلوقتي بقى كارثة. انتي اللي فوقي لنفسك وبصي لنفسك كويس في المراية. اللي بتعمليه ده حاجة غلط، وانا مش هقدر استمر اكتر من كده اطبطب عليكي واقول لك ايه اخر الاحداث. فوقي يا حبيبتي. افوق من ايه؟ انا بعمل خير، انا عايزاهم يتصرفوا صح عشان كل حاجه تمشي صح. وانت فاكره بقى انك هتمشي الكون ده كله على مزاجك؟ مين عارف لو بعمل خير ليه لا. لا يا حبيبتي، انت بتحاولي تنقذي فاتن عشان تعوضي نفسك عن اللي حصل لبنتك. لا طبعا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده اللي انا شايفاه. انت بتحاولي تنقذي كل اللي حواليكي من غير علمهم ومن غير حتى ما يطلبوا منك. فاكره نفسك هتقدري تنقذيهم من قراراتهم اللي هم خدوها بارادتهم، وحتى لو حاولتي تعملي كده مش هتعرفي. فوقي، ده مش هيرجع لك بنتك. انت ازاي اصلا تكلميني او تقفي تحاكميني بالشكل ده؟ تعرفي ايه انت على اللي انا حسيته او اللي حصل لي؟ لما تبقي تشوفي بنتك ميته قدام عينك عشان غلطه ممكن تحصل لاي حد، وقتها قولي لي ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. غير كده انا مش عايزه اسمع النصايح من اي حد. اهدي يا مدام، هو كويس الحمد لله. تامر حبيبي، رد عليا يا تامر، رد عليا. متقلقيش، هو بخير. حضرتك والدته؟ ايوه يا دكتور. هو ايه اللي حصل؟ حادثه بسيطه بالعربيه، احنا ادينا له مهدي عشان يرتاح لانه كان عصبي جدا. حادثه؟ متقلقيش، مفيش حاجه خطيره. ليه كده بس يا تامر؟ انا مش قلت لك سوق براحه؟ اتفضلي، دي الحاجه اللي كانت معاه في العربيه. بعد اذنك يا استاذه. بعد اذنك. بعد يا باشمهندس، حاولت امنعها بس هي زقتني ودخلت. ما يصحش كده يا استاذه. روح انت يا امل دلوقتي، خلاص روح. انا مش عايزه حاجه منك على فكره، انا جايه لك بس عشان في موضوع مهم وانت لازم يكون لك علم بيه. عادي يا فاتن، عادي. لا مش هقعد، هي حاجة واحدة بس هقولها لك وبعد كده مش هتشوف وشي مرة تانية. أنا حامل. هو ده اللي أنا كنت جاية أبلغك بيه. وديني بلغتك، تقدر ترجع تهرب تاني براحتك. فاتن استني، تعال. مساء الخير. مساء النور. من فضلك أنا عايزة أعمل تحاليل شاملة. تحت أمرك. شيري جانا، تيمو عامل حادثة بالعربية. هو كويس؟ الحمد لله، الدكاترة بيقولوا انه كان متعصب قوي قبل ما ياخد المهدئ. ألف سلامة عليه. ايه ده، أنا فاكراكي جاية عشان تامر، بس شكلك ما يعرفش. لا أنا ما أعرفش، أنا جاية أعمل تشيك أب عادي، بقالي فترة مش مظبطة. شيري أنا عرفت. أكيد. هو صحيح كامل عنده؟ لا، احنا لسه بنعمل تشيك اب وتحليل. قلبي معاكي حبيبتي، معلش. ما تقلقيش أميرة، لو عرفت مش هتسكت، بس ولا يهمك، المهم تبقي كويسة. أنا هدخل بقى أطمن على تيم. طمنيني عليكي. حاضر.
أستاذ شاهين، مساء الخير. تحية بتقول لك تليفون علشانك. هي لسه زعلانة مني؟ تمام، هعصلك حالا. نسيت اقول لك. بتقول لك دي اخر مره هتعمل فيها كده. هي قالت كده؟ معقوله؟ ايوه. تحيه، انت فين كل ده؟ معلش كنت مشغوله شويتين. انت كويسه؟ النهارده اسعد يوم في حياتي يا تحيه. رحت الفهم المكتب ودخلت له بالعافيه وقلت له اني حامل. وقال لك ايه؟ تخيلي، قال لي يلا نتجوز. معقوله؟ طب ومراته؟ قال لي ان هم خلال 6 شهور مش هيكونوا مع بعض. انت متخيله يا تودو؟ 6 شهور؟ ايوه، وبعدها هيكون ليا لوحدي. انتي اول واحده بلغها. هقفل معاكي دلوقتي وهكلم ماما على طول. يلا مع السلامه.